المشاهدين برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وأسبوع جديد. غدا تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024، تفتح اللجان الفرعية، عندنا 11631 لجنة فرعية غدا يفتحوا أبوابهم لاستقبال الناخبين لإدلاء بأصواتهم من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء. كل اللي بتمناه أن نلاقي حضراتكم كلكم في هذه اللجان موجودين بتدلوا بأصواتكم. عندكم من يوم الأحد غدا إلى يوم الثلاثاء القادم من يوم 10 و 12 و 13 ديسمبر كل اللجان هتكون في استقبالكم. عندنا أربع مرشحين هم غير خفيين على حضراتكم، بس خليني أذكركم بيهم. المرشح الأول وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهيكون رمزه النجمة. أما المرشح الثاني وهو المرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، وهيكون رمزه الشمس. أما المرشح الثالث وهو عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وهيكون رمزه النخلة. أما المرشح الأخير والرابع هو حازم عمر رئيس حزب الشعب الديمقراطي، وهيكون رمزه السلم. خليني أكد على فكرة الرمز دي لأنها مهمة جدا لأهالينا اللي لا يجيدوا القراءة والكتابة، لأن فعلا أنا ممكن أبقى متابعة ومؤيدة رمز أو شخص ما ومش عارفة أقرأ اسمه أو هم غير قادرين على القراءة، فبالتالي خلينا نساعدهم ونقول لهم إن واحد رمزه النجمة، واحد رمزه الشمس، واحد رمزه السلم، واحد رمزه النخلة، واللي أنت عايزه اعمل بس علامة صح على اللي أنت شايف إنه هيكون مرشحك اللي أنت رايح تدلي بصوتك علشانه. وبالفعل وصل النهاردة جميع القضاء إلى مقرهم الانتخابية المشرفين عليها، واستلموا كمان أوراق العملية الانتخابية. عدد القضاء المشرفين على العملية الانتخابية هم 15,000 قاضي، وزي ما قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إن إحنا البلد الوحيدة اللي تشرف بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية. عندنا كمان بعض الأرقام، عدد البعثات الدبلوماسية والسفارات المعتمدة لمتابعة الانتخابات في مصر هتكون 24 سفارة وعنهم 67 دبلوماسي، وعندنا 14 منظمة دولية بتتابع الانتخابات فيهم 220 متابع، وعندنا 6 منظمات دولية بيتابعوا الانتخابات داخليا، عندنا 150 وسيلة إعلامية دولية من وكالة وصحف وقنوات. فكرة ان عندك 150 قناة بتنقل للعالم كله، ده بيقول قد ايه انت مستعد بمنتهى الشفافية، بمنتهى الانتظام، ولجانك جاهزة حاضرة، اشرافك القضائي موجود، الداخلية عاملة شغل عظيم حقيقة، فانت مستعد، ابوابك مفتوحة للجميع، ما عندكش حاجة تخبيها. وكمان المتابعين الدوليين الموجود، وعندنا كمان 70 وسيلة اعلامية داخلية محلية. يعني من مهام وزارة الداخلية المهمة جدا اللي هي بتقوم بها الأيام دي، ويمكن بنشكرهم جدا على كل المجهود المبذول، أول حاجة بيقوموا عليها هو الحفاظ على سلامة المرشحين ومؤيديهم، وكمان أعضاء الهيئة القضائية اللي بيقوموا على متابعة العملية والإشراف على العملية الانتخابية، وكمان مقر اللجنة الوطنية للانتخابات، وكمان اللجان، كل لجان الانتخابات الموجودة بتقوم وزارة الداخلية بتأمينها، وكمان المطبوعات ومستلزمات العملية الانتخابية بالكامل. بيقوموا كمان بحماية منظمات المجتمع المدني الموجودة لمتابعة الانتخابات، وكمان وسائل الإعلام الموجودة عشان تنقل ما يحدث في الانتخابات المصرية للعالم داخليا وخارجيا. ده يمكن الحاجات اللي هي يعني لازم نكون عارفينها فقط معلومات عن الانتخابات غدا، لكن لازم كمان نكون عارفينه وفي حسبتنا دورك وأهمية وجودك وتمثيلك لنفسك ولبلدك قدام لجنتك. اما يبقى عندي 11,000 وشوية لجنة فرعية موجودين، يعني معنى كده كل واحد فينا تحت بيته لجنة انتخابية. كمان خليني بس أذكر الوافدين، كل اللي موجود في محافظة غير محافظته أثناء أيام الانتخابات لأي ظرف من الظروف هيكون في لجنة الوافدين في كل، تقريبا هي المدرسة بتبقى مجموعة من اللجان، كل مجموعة من اللجان دول بيكون فيهم لجنة للوافدين علشان نوفر عليهم مجهود أن يرجع بلده أو محافظته، وبالتالي يقدر كل واحد يدلب صوته في أي مكان وأي محافظة هو موجود فيها حتى بعيد عن محافظته. كل اللي أنا عايز أقوله دلوقتي، إحنا عندنا على حدودنا الشرقية يعني مش مشكلة ومعضلة جوار، بالعكس ده ابتدت تبقى مشكلة عايزين يقولوها لمصر. كل اللي أنا عايز أقوله إن كل فرد فينا هيكون في لجنته هيكون بمثابة جندي على الحدود المصرية. وجودك في لجنتك دلوقتي، إدلائك بصوتك، تواجدك بشكل فعلي بتعبر على قد إيه أنت ممكن تكون بتنتمي للبلد دي وحاسس بالمشكلة اللي إحنا فيها.
يمكن في ظروف تانية طبعا كل واحد براحته، كل واحد ينزل ما ينزلش، لكن دلوقتي بقى واجب وطني، بقى فكرة ان انت حدودك مشتعلة، عندك لا يقل عن 1,000,000 فرد بينهم وبين الحدود المصرية امتار قليلة. خان يونس دي اخر حدود غزة، هي بينها وبين ورفح الفلسطينية، بينها وبين رفح المصرية 200 متر تقريبا، امتار معدودة يعني. تم الجيش الإسرائيلي إن هو زاد الضرب وزاد العنف وزاد التجبر علشان يدفع بهم إلى حدودك، وده أنا قلته من الأسبوع اللي فات، كانوا بيرسلوا لهم منشورات بيقول لهم اذهبوا جنوبا، اذهبوا إلى رفح، هم يقصدوا إن هم يبقوا على الحدود المصرية. أنا 3 أيام الانتخابات دول خلينا أقول إن أنا هبقى حط قلبي في إيدي، فخلينا إحنا كل واحد قدام لجنته هو بمثابة حارس لبلده، بمثابة بيقول إن المصريين في يقظة تامة. كل أنا بقوله إن العملية لازم تتم بمنتهى اليسر والبساطة، كل واحد عنده 4 مرشحين ينزل يختار اللي هو عايزه واللي يمثله، لكن وجودك في حد ذاته، تواجدك قدام لجنتك، ده قد إيه بيدعم بلدك في التوقيت الصعب اللي إحنا فيه. إحنا في توقيت صعب جدا، الجيش تقريبا في حالة استنفار، الدفع بالفلسطينيين أو أهل غزة على الحدود المصرية بالشكل قوي جدا الأسبوع الماضي، ويمكن تقريبا دلوقتي في خيام منصوبة بالفعل على الحدود. كل اللي أنا عايز أقوله كل واحد فينا عليه دور في الوقت ده، الدور ما هواش مؤسسات فقط، طول عمر المواطن المصري. دي الانتخابات الخمسة التعددية، عايز اقول بلاد جنبنا بعد ما حصلت الثوره ما عرفوش يعملوا اي انتخابات، ما عرفوش يبقى عندهم رئاسه، ما عرفوش يبقى عندهم برلمان منتخب، لكن احنا الحمد لله بفضل المواطن المصري الواعي اللي فعلا شايل بلده جوه قلبه طول الوقت، وفي اي ازمه بيبقى حاضر. فانا لسه براهن ان حضرتك مدرك الوضع اللي احنا فيه قد ايه، وجودك حمل يعني وجودك ده أمانة، إن أنت تبقى شايل بلدك فعلا في قلبك بشكل حقيقي وتأدي واجبك الانتخابي، ده ما بقاش دلوقتي رفاهية. وفكرة إن أنا صوتي مش هيأثر دي كلمة مش موجودة خالص، يعني فكرة إن كل واحد فينا صوته مؤثر، أنا وإنت هنبقى كتير، هنبقى مجموعة أصوات تعبر عن شرعية هذه البلد. حقيقي بكرة أنا بتمنى نلاقي كلكم قدام اللجان بتاعتكم، ومن بدري كلنا ندلي بأصواتنا. خلينا نبدأ مع حضراتكم مجموعة من الأخبار الهامة. والرئيس تلقى اتصال هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناول مناقشة الأوضاع الإقليمية خاصة بقطاع غزة في ضوء الموقف المتأزم سياسيا وإنسانيا. خلال الاتصال استعرض الرئيس السيسي الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه إيقاف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية بالقطاع، كما استعرض الرئيس المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد توافق الرئيسان على مواصلة التحرك بجدية لإيقاف إطلاق النار وضرورة اعتراف المجتمع الدولي بمسؤوليته، مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية واعتراف بها. معنا على الهاتف دكتور نبيل رشوان المتخصص في الشأن الروسي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا، برحب بحضرتك. وبداية، كيف ترى دلالات التواصل الرئيس الروسي مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مستمر ومنتظم؟ يعني هو طبعا الرئيس الروسي كان من فترة قصيرة من 2-3 كان في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات، وثم الرئيس الإيراني ذهب إلى موسكو، لكن مهما طال السفر لابد من مصر، يعني لأن مصر يعني هي الدولة المحورية سواء من الناحية التاريخية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو من الناحية الجغرافية، هي الدولة التي يعني لها حدود مشتركة مع قطاع غزة. هذا من ناحية، من ناحية أخرى طبعا مصر بتلعب الدور القيادي في مسألة إدخال المساعدات وحتى استقبال المصابين في المستشفيات المصرية وخروج من كانوا في غزة من الأجانب، كلهم خرجوا عن طريق مصر، وحتى الرهائن الذين كانوا لدى حماس أيضا خرجوا ومروا على مصر أيضا، ومن ثم كان لابد من الاتصال بمصر لأن مصر هي التي من الممكن أن تلعب دور هام جدا، خاصة فيما يتعلق بيعني إرسال معونات إلى غزة ودعم المدنيين في قطاع غزة. فطبعا كان لابد من الاتصال بالرئيس السيسي لأن هذا الأمر طبعا هذا يعني لابد منه،
لأن مصر هي الأساس في هذه المسألة. في جلسة مجلس الأمن بالأمس أشار المندوب الروسي إلى استراتيجية التهجير للفلسطينيين وأكد أنها مرفوضة من بلاده بشكل كامل، كيف ترى لفت النظر لهذا من خلال الجانب الروسي؟ ربما سبق أحد أسباب الاتصال الروسي يعني الرئيس بوتين بالرئيس السيسي هو طبعا بلا شك الفيتو الأمريكي اللي اعترض على وقف إطلاق النار للأسف، دي حاجة. الحاجة الثانية مسألة التهجير والتوطين في مناطق أخرى، مصر أعلنت موقفها الواضح والصريح من هذه المسألة، هذه المسألة مرفوضة تماما لأنها بتصفي القضية الفلسطينية من ناحية. والرئيس السيسي تحدث أكثر من مرة عن المشاكل والتبعات التي من الممكن أن تحدث في حال التوطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء، وهذا مصر هذا خط أحمر ومصر ترفضه جملة وتفصيلا. مش عارفة، عندي سؤال لكن حضرتك ممكن لو هو خارج المنطق ممكن ما تردش عليه. فكرة أن ما يحدث الآن في غزة هو لمصلحة روسيا، انشغال الولايات المتحدة، حتى كان في الفترة الماضية الرئيس بيقول لا يا جماعة أنتوا كده سحبتوا مننا الدعم اللي أنتوا بتقدموه ضد روسيا. لا بالعكس، الولايات المتحدة عندها مشاكل داخلية والخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة متعلق بالهجرة ومتعلق بالحدود الجنوبية مع المكسيك، وأعتقد بايدن يعني من الممكن أن يقدم بعض التنازلات للجمهوريين في قضية الهجرة وقضية الحدود مع المكسيك، ومن ثم يوافق الجمهوريون الذين طبعا لهم أغلبية في مجلس النواب على الدعم وهذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا هناك 175 مليون دولار يعني متبقية للعام الحالي ستقدمها الولايات المتحدة، تشمل ذخيرة وتشمل أشياء كثيرة جدا. كانت تشتكي أوكرانيا من ضعف أو يعني تأخر بعض المساعدات الأمريكية، لكن خلينا من الممكن إعلاميا حول حضرتك حاجة من الممكن إعلاميا تكون مسألة غزة، لكن هناك قضية جديدة أيضا فتحت وهي فنزويلا وغويانا. يعني فنزويلا عملت استفتاء وستحصل على جزء من يعني استفتت الشعب الفنزويلي على أساس الحصول على جزء من أراضي غويانا، وهذا الأمر أيضا سيخلق أيضا مشاكل ربما تتوازى مع موضوع غزة. هناك أيضا كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أيضا من الممكن أن يحدث نزاع. هناك الفلبين، هناك قضايا كثيرة جدا مفتوحة في العالم وكلها يعني ربما موضوع غزة. في ظل هذه القضايا دكتور نبيل، حب حضرتك توجه كلمة للمواطن المصري وأهمية مشاركته غدا في الانتخابات الرئاسية. لا طبعا الذهاب للانتخابات الرئاسية مسألة هامة، وطبعا بلا شك المواطن عليه أن يذهب بصرف النظر عن يعني أي اعتبارات، لأن دي حق دستوري بيمنحه الدستور للمواطن المصري، ودي المشاركة الشعبية مهمة جدا. يعني الشعب يجب المواطن يجب أن يختار من يحكمه، وهذا شيء مهم جدا، وده دي قضية يعني قضية طبعا داخلية مصرية لكنها غاية في الأهمية، وأتصور أن الشعب المصري يعني سيقبل على الانتخابات بشكل جدي وبشكل كثيف إن شاء الله. كل الشكر دكتور نبيل رشوان متخصص في الشأن الروسي. أما عن نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي اليوم زار الأكاديمية الشرطة وشهد اختبارات مكثفة للطلبة والطالبات المتقدمين لالتحاق بكلية الشرطة. خلال الزيارة شدد الرئيس على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية لضمان انتقاء أفضل العناصر، مؤكدا ضرورة استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطي وإعداد جيل جديد من العناصر المتميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد. خلينا نشوف التقرير ده، وإن كنت بكون سعيدة من فكرة اللقاء المباشر بين السيد الرئيس والشباب، قد إيه ده بيكون مؤثر، قد إيه ده بيسيب أثر للسنين اللي جاية. فكرة أنك تشوف رئيس الجمهورية عن قرب ما تحسش أنت بمعزل عنه، ويمكن دي حاجة مميزة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كنا أول رئيس نشوفه بيلتقي بالناس في الشارع أثناء زياراته للمشاريع بنفسه، بيشوف المهندسين والمنفذين والعمال. فكرة التواصل المباشر دي فعلا يمتاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فما بالكم إذا كانت بأبنائنا وبناتنا المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. خلينا نطلع نشوف الفيديو ونرجع نكمل مع حضرتك.
شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. حيث كان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة. هذا وقد تابع السيد الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكدا أهمية تطبيق المعايير الموضوعية لضمان انتقاء أفضل العناصر، بما يضمن استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطي وإعداد جيل جديد من العناصر الشرطية المميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد. كما حرص السيد الرئيس على مناقشة أبنائه الطلبة حول مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية والتعرف على رؤاهم بشأنها، وشدد سيادته على ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية بالشكل الأمثل وحماية الجهود التنموية الوطنية وجني ثمارها من خلال توفير الأمن والاستقرار للبلاد وسط التحديات الدولية والإقليمية الجارية، مؤكدا أهمية الدور الأساسي لجهاز الشرطة في حماية الوطن من الأخطار الداخلية، ومثمنا التضحية الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة على مدار الأعوام الأخيرة في مواجهة الإرهاب، والتي تنبع من إدراكهم أن حماية الوطن شرف لا يضاهى. عاش الشباب اللي مشرف مصر. خلينا أقول لكم، يمكن ولادنا في الحربية وفي الشرطة بقى في معايير جديدة غير اللي كنا بنسمع عنها وفكرة الوساطة، إلا بالعكس من يستحق بيكون له فعلا الأولوية في الدخول. وفكرة حضور السيد الرئيس الإشراف أو الاختيار أو اللجان اللي بتحصل لانتقائهم، ده بيخلي حتى المسؤولين بيعملوا ألف حساب للاختيارات دي. خلينا نتكلم كمان على أسقفية الشباب وسيدنا نيافة الأنبا موسى. الشباب على طول ربنا يخليه، دايما خدمته مثمرة. دائما ما تهتم الكنيسة القبطية بأبنائها، وعلى أثر ذلك نظمت أسقفية الشباب بالتحديد لجنة القدرات الخاصة يوم ترفيهي لدعم أصحاب الهمم. المزيد هيكون في سياق التقرير التالي مع الزميل عزيز داود، وخلينا نطلع ونشوف تفاصيل أكثر. تحت رعاية صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف الشباب، تستضيف كنيسة العذراء مريم بالزيتون بانوراما الرب نوري وخلاصي لدعم أصحاب الهمم، والذي تنظمه لجنة القدرات الخاصة بأسقفية الشباب. أنا طبعا في منتهى السعادة بالعمل وبالأولاد والبنات وراهم خلف الستار عدد كبير جدا اللي ألف واللي لحن واللي أخرج، فعمل من أروع ما يمكن. أنا يعني عايز أشكرهم من كل قلبي، وأقول كنيستنا كنيسة مجيدة ومثمرة ومشبعة لأولادها وبناتها، وأنا بشكر كل اللي اشتركوا في هذا العمل. وطبعا إذا كنا نقول ميسات، يبقى نشكر سيدنا أنبا إرميا الغالي المحبوب أغلى ما عندي. يعني اليوم ده بيعتبر يوم العيد بتاعنا، وبنستناه من السنة للسنة، بنعمله مرة كل شهر 12، ودي تقريبا سابع مرة نعمله، بس بنستناه فعلا للولاد وهم ماشيين ومش عايزين يطلعوا من برا الكنيسة، بيبقوا فرحانين جدا واحنا كمان بنبقى فرحانين. بنجهز للمنطقة ده من حوالي شهرين قبل، يعني من فات، فاحنا مش عايزينه يخلص، يعني احنا بنبقى زعلانين بعد ما بيمشي لان العمل بيبقى حلو قوي. العمل اللي انت حضرتك شايفه النهارده ده مش عمل يوم، ده هو عمل جنود ابطال شغاله فيه من بدري، ربنا يعوض كل واحد يشتغل فيه. هم بقى لهم فتره بقياده تسوني ماريا، طبعا شغاله شغل من النار، مجهود رائع،
كل الخدام موجودة بصراحة وبتيجي وسهر دائم. يحتفل العالم من كل عام باليوم العالمي لأصحاب الهمم ضماناً لحقوقهم ودعماً لهم وأيضاً لدمجهم في المجتمع ولتمكينهم في شتى مجالات التنمية المستدامة. يوم حلو قوي والكنيسة الزيتون بتعرف تنظم فعلاً، تعامل حلو وربنا يوفقهم في خدمتهم. طبعاً أحسن حاجة بنعملها لما نشوف الأولاد مبسوطين، و اليوم هنا جميل جدا، وده تاني مره لينا نشترك في اليوم مع الانبا موسى يعني والتصوني مارية هنا في الكنيسه، والولاد بيتبسطوا جدا بالمجهود الحلو اللي هم بيعملوه. انا بحبهم قوي، انت لو حبيتهم قوي وصدقتهم قوي وحسيت انهم بجد بيفهموا قوي، واني انا بحس ان مفاتيح السما معاهم، يعني انت تخش بيهم السما هتقدر تخدمهم قوي، هتشوف المسيح فيهم، يعني لو حد جعان انت هتشوف المسيح جعان، فانت هتاكل المسيح، مش هتقرف منهم، مش هتتضايق منهم، لان انت صوره المسيح فيهم. طبعا فرحه الولاد ان البنا تبقى حاجه كبيره، واكتر حاجه هي هدفنا في خدمتنا كلها ان احنا نشوفهم بيضحكوا، دي بتخلينا احنا طايرين من الفرحه. طبعا في كانت كلمه جميله بتقول فرح اللي حواليك انت تفرح اكتر، فاحنا لما بنفرحهم احنا بنفرح اكتر معاهم. كل منا يطمح في حياة يغمرها الفرح والسعادة، وكذلك هؤلاء الأبطال، فعمل المهرجان على بث روح المحبة والفرح بينهم. عزيز داود، ميسات. يمكن بالكلام عن ذوي الهمم كمان اللجنة الهيئة الوطنية للانتخابات مخصصة ومسهلة على أبنائنا من ذوي الهمم إن هم يروحوا ويدلوا بأصواتهم، وفي كمان الإدلاء بصوتهم للمكفوفين بالبرايل، وده شيء حقيقي خدمة عظيمة جدا إن كل واحد يقدر يعبر عن رأيه بنفسه، ما اضطرش إن يبقى في حد بيساعدني أو يعرف أنا أدليت صوتي واخترت مين. خلينا كمان نكمل، يمكن من الحاجات اللي كانت عظيمة كانت كلمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، وقال إن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية يمثل الضمانة الأساسية لنزاهة وشفافيتها، وشدد على أن الهيئة تباشر دورها الذي حدده الدستور والقانون في إجراء عملياتها الانتخابية طبقا لأعلى المعايير الدولية. جاء ذلك في كلماته التي ألقاها رئيس الهيئة أمام دبلوماسيين وممثلين لسفارات الدول التي تتابع الانتخابات، وكذلك ممثلي بعثات الاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية والبرلمان العربي وجمعية البحر المتوسط. خلينا نطلع نسمع جزء من كلمة المستشار حازم بدوي، واللي كمان شكر فيها المصريين في الخارج على أدائهم المشرف أثناء تصويتهم. خلينا نطلع نسمع. شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم، أثبت المصريون بالخارج، والصورة أبلغ من أي كلام، أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط لكن قلوبهم معنا، فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بعد المسافات في بعض البلاد وبرودة الطقس في البعض الآخر، وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن. وغدا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، وكل ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها، من استكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة. واعلموا جميعا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاض على كل صندوق، وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها. والهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم
وتجدد الهيئة ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين. شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن. شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن، هذه كانت كلمة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. ويمكن من أهم ما جاء في كلماته أنه تحدثوا عن أبناء مصر في الخارج وأنهم بعيدين عن الوطن بأجسادهم فقط، وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء بالوطن. يمكن اللي حابة أقوله كمان، خلينا نثبت نحن بالداخل أننا أولى بوطننا، وخلينا دايما حاضرين وشاركوا في رسم خريطة المستقبل زي ما قال سيادة المستشار. أما عن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وبرئاسة صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا أرميا الأسقف العام، دعا إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تعقد في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر قائلا: الانتخابات حق من حقوقك، يكفله الدستور ويحميها القانون، أدي واجبك، احمي بلدك، شارك، صوتك هيوصل. ونشر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله معرفة لجنتك الانتخابية. كل واحد فيكم بيدخل بيدخل رقمه القومي، بيطلع مكان لجنته فين، وبيتيسر عليك ان انت تروح بدل ما تسأل. خلينا اقول حتى اللي ما عندوش هو موبايل في ايده، ابنه بيبقى عنده، بنته بتبقى عندها، اخوه بيبقى عنده، ما فيش حد، كل بيت فيه موبايل واثنين وثلاثة، بيسهل عليك علشان ما تروحش وتدور وتضيع وقت. الموضوع سهل جدا، مجرد ما بتدخل اسمك ورقمك القومي بيبان لجنتك فين وعنوانها فين بالظبط، وده موجود على المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في رابط. أما عن المصريون يحتكمون لصناديق الاقتراع، وده تقرير عملته الأستاذة شيرين لمعي وتعليق صوتي للزميلة نرمين هارون. نطلع ونشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. استحقاق دستوري وواجب وطني يؤديه المصريون نحو مصر، وهو الانتخابات الرئاسية 2024. يكفل الدستور لكل من بلغ 18 عاماً أو أكثر مقيدة أسماؤهم بقواعد الانتخابات أن يدلي بصوته في الانتخابات ومنها الرئاسية. يدلي المصريون في الداخل بصوتهم في 11631 لجنة تحت إشراف قضائي كامل، حيث يشرف قرابة 15,000 قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية على الانتخابات. للمشاركة في الانتخابات الرئاسية أهمية بالغة، كونها تحدد مصير البلاد لسنوات مقبلة. وقد سبق وأكد وزير الأوقاف دكتور محمد جمعة أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني. ومن جانبه حث قداسة البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المواطنين على ضرورة المشاركة. كل المصريين إن احنا نشارك ونعبر عن هذا الحق الدستوري ويكون لنا صوت. أما نيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، فقد أكد أهمية المشاركة في الانتخابات لاختيار من يصلح لقيادة البلاد في هذه الفترة الحرجة في ظل ما تمر به مصر من تحديات. وبحس وطني واعي دعا نيافة الأنبا إرميا المصريين للمشاركة الفعالة في الانتخابات. اليقين في رؤية الشعب المصري، في حبه لوطنه، في تضحياته، في بذله، إن احنا بنعمل ليس من أجلنا نحن ولكن من أجل أولادنا ومستقبل آمن لهؤلاء الأولاد. الدور الانتخابي ده واجب عليك، هو حق من حقوقك. لو أنت سبت حقك وسبت واجبك ما تجيش تبكي بعد كده. وكعادتها كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وطنية ومرتبطة بمصر، وهو ما عبر عنه المسيحيون والقيادات الدينية المسيحية في الخارج بمشاركتهم المكثفة في التصويت،
ساعات تفصل المصريين عن اختيار رئيسهم. حان الآن دور كل مصري ليقوم بواجبه تجاه بلاده. انزل شارك، أنت تصنع مستقبل بلادك وأولادك. صوتكم أمانة. فكرة أنك تنزل وتدلي بصوتك، فكرة أن أنا ممكن أقول أصلاً أنا تعبان مش عارف أنزل، أنا مش قادرة أصدق، فكرة أن أنت بتحمي نفسك وتحمي مستقبلك وتحمي مستقبل أولادك باختيارك لليمثلك وحسب يعني رغبتك الشخصية، ده حقك وحقنا عليك كمان. يعني فكرة أن أنت بتساعد بلدك دي مش مساعدة ليك لوحدك، ما أنت كمان كلنا بنشترك في هذه الفايدة، يعني فايدة بتعم علينا كلنا. ففكرة ست بيت بقى تقول لك أصلاً طب هخلص الوراية، عندك لجنة الانتخابات لحد الساعة 5 بالليل، روحي وودلي بصوتك لحد الساعة 9 بالليل تكوني خلصت كل اللي عندك كده وتمشي أنت ولادك، والجو يعني سبحان الله عظيم، مفيش برد لسه ولا الحاجة اللي تخوفنا. فكرة أصلاً عندي شغل وراجع تعبان، ماشي ممكن حضرتك ترجع تنام شوية وبعدين تنزل انتخابات. فرصة كويسة جدا للموظفين، لو انت رايح شغلك الصبح الساعة 9 ممكن تأدي واجبك الوطني وتروح شغلك بعد كده. في 100 حاجة انا ممكن اجي على نفسي واعرف اظبط وقت علشان اروح ادلي بصوتي، ده حقنا وحقك على نفسك كمان. وزير الداخلية اللواء محمود توفيق اجتمع بعدد من مساعدي والقيادات الأمنية لمتابعة خطة تأمين انتخابات الرئاسية. الوزير وجه إلى دعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقار الانتخابية، وكلف بتوفير الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين كبار السن والمرضى ذوي الهمم. وتطرق الوزير للاحتفال بعيد الميلاد المجيد مشددا على متابعة تنفيذ خطة تأمين الاحتفال وتأمين محيط الكنائس، وده حقيقي من الحاجات اللي أنا بشكر السيد الوزير اللواء محمود توفيق عليها، فكرة أنه هو تكلم عن الانتخابات الرئاسية وهذا العرس اللي شغل الجميع، لكن لم يغفل أبدا أنه يعلق على كمان تأمين الكنائس في عيد الميلاد المجيد، واللي بنقوله شكرا في ظل طبعا الاهتمام بالانتخابات الرئاسية اللي واخدة كل التركيز دلوقتي، لكن لم يغفل أبدا اهتمامه بعيد الميلاد المجيد، وبنقوله شكرا. والوزارة الداخلية اللي دايما مشرفة مصر، نطلع نشوف جزء من التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. جاهزية واستنفار أمني بين صفوف أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية وكافة مديريات الأمن استعدادا لتأمين ماراثون الانتخابات الرئاسية، حيث رفعت الوزارة استعداداتها إلى الدرجة القصوى لتنفيذ خطط التأمين الموضوعة والتي تسهم في بسط الأمن والنظام وتوفير أقصى درجات الأمان للمترددين على لجان الاقتراع خلال الثلاثة أيام المحددة لإدلاء الناخبين بأصواتهم على مستوى الجمهورية. القوات المكلفة بعمليات التأمين مزودة بكافة الإمكانيات اللوجستية والتقنية والمركبات الحديثة والعناصر المدربة لتتمكن من أداء المهام المكلة إليها بفاعلية واحترافية، وبما يمكنها من التصدي لأي مخالفات أو خروج عن القانون. الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية تعتمد على الانتشار الأمني المكثف والفعال، والذي يراعي الأبعاد الأمنية بمحيط لجان الاقتراع بكل المحافظات وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، بما يمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مع الالتزام بالأبعاد الإنسانية عند التعامل مع المواطنين. معنا على الهاتف سيادة اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم، عليك على السادة المشاهدين. برحب بحضرتك معنا، وكيف قرأت بيان الداخلية اليوم وكل تصريحات اللواء محمود توفيق اللي قال عنها في تأمين الانتخابات وأعياد الميلاد؟ طبعا الوزارة الداخلية من الوزارات الهامة، لا ما من ضمن مهامها الرئيسية استراتيجيتها هي تأمين البلاد في كافة الأوقات. فالنهارده عندنا حفل
إن شاء الله عندنا عرس انتخابي باكر إن شاء الله مدة 3 أيام بانتخابات السيد رئيس الجمهورية. فطبعا الوزارة مكلفة بالتأمين التأمين الكامل للعملية الانتخابية، سواء تأمين المقار الانتخابية، سواء في انتقالات الناخبين للمقار الانتخابية، سواء السادة القضاء، لا السادة القضاء والسادة المستشارين وكل من هو ذات الصلة بالعملية الانتخابية، تأمينه وتأمين انتقالات المواطنين وكل من يقوم بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى الانتشار السريع لمواجهة أي خروج عن الشرعية من أمن تسود له نفسه الخروج بها. يعني إيه المخالفات اللي ممكن يقوم بها فرد من غير ما يبقى فاهم يا سيادة اللواء ويتعرضوا للمسألة القانونية بكرة أثناء التوجه لإدلاء بصوته؟ خلف طبعا أن هو ممكن أن هو يعني إحداث شغب، إحداث أي مظاهر الشغب في أثناء سير العملية الانتخابية، يعود أن ضبطه يعني. فدي كل ده حاجات الوزارة تتصدى لها، طبعا دي حاجات تطور خروج عن الشرعية، لأن لابد أن تتم العملية الانتخابية في يسر وسلامة ويسر. يعني كلمة يعني قبل ما أخذ كلمة من حضرتك أخيرة، كيف ترى زيارة السيد الرئيس وحرصه على أنه يشارك في اختيارات وكشف الهيئة المتقدمين لتحقق كلية الشرطة؟ طبعا السيد الرئيس طبعا ده كل الشكر والتقدير في ان هو بيتوج اعمال الشرطه بزيارته لها والوقوف على اعمالها، وطبعا ان دي رساله طمانينه لكل المواطنين ان السيد الرئيس نفسه رئيس الجمهوريه بيتابع اختيارات المتقدمين للكليه بما يتمشى مع الاستراتيجيه الموضوعه للدوله. وطبعا دي حاجه بتطمن كل آباء وكل المتقدمين للتحقق بالكلية. كلمة للمواطنين ليتوجهوا لإدلاء بصوتهم بكرة، نقول لهم إيه يا فندم؟ طبعا أنا أناشد جميع المواطنين التوجه إلى مقر الانتخابية لإدلاء بصوتهم أيا كان من ينتخبه. السيد الرئيس كان وجه أن هو يعني أن المواطنين كلها تتوجه إلى المقر الانتخابية كممارسة للحقوق الشرعية لأي مواطن في اختيار رئيسه. يعني كل الشكر سيادة اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق. وهننتقل مع حضراتكم الآن لتقرير عن ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والتقرير إعداد وتعليق صوت نرمين هارون ومونتاج صامويل مرقص وإخراج مافي رامي. خلينا أقول بس عن فكرة أن اليوم العالمي للفساد وفكرة المجتمع وإحلال السلام، يمكن الفترة الأخيرة دي باتت هذه شعارات عالمية حقيقية. يعني فكرة العالم اللي بيدور اللي بيكافح الفساد بقت البقاء الأقوى، بقى بلد زي إسرائيل العالم كله بيحميها. احنا محتاجين إعادة هيكلة للمصطلحات. خلينا نطلع نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. نحو عالم متحد ضد الفساد، اتخذت الأمم المتحدة 9 ديسمبر عام 2003 عاما دوليا لمكافحة الفساد ولإذكاء الوعي بالفساد ومنعه. فالفساد من أهم التحديات التي يواجهها العالم وتهدد ازدهار الاستقرار في أنحاء العالم. يؤثر الفساد على المجتمع ويتشابك تشابكا وثيقا مع الاضطرابات والصراعات، مما يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويقوض أسس المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون ويعيق عمليات إحلال السلام. فمنع الفساد وتعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات أمر بالغ الأهمية، إذ أرادت الدول تحقيق الغايات المتوخاة في أهداف التنمية المستدامة. يهدف الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد إلى إلزام الجميع بمجابهة الفساد بجميع صوره وأشكاله، فهناك صلة وثيقة بين مكافحة الفساد والأمن والتنمية، وأيضا دور للدول والمسؤولين الحكوميين وللموظفين المدنيين وغيرهم في توحيد العالم ضد الفساد. ومع حلول الذكرى 20 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تكون هذه الاتفاقية والقيم التي تروج لها أكثر أهمية من أي وقت مضى،
مما يتطلب من الجميع توحيد الجهود للتصدي لهذه الجريمة، ولأن الفساد هو أكبر وباء يصيب الدول ويطعنها في اقتصادها وسمعتها. كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد، حيث اتخذت الحكومة المصرية عدداً من التشريعات المهمة لمحاصرة الفساد ومواجهته ويمنع انتهاكات حقوق الإنسان. يفتك الفساد بكل الدول بغض النظر عن نظامها الاقتصادي أو السياسي ودرجة تطوره، لذا يجب أن تتوافق الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد مع معايير حقوق الإنسان لتكون فرصة إضافية لتكمل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد. هفكر أو هقول لحضراتكم على أن احنا شرفنا بأن احنا نروح معرض إيدكس للمنتجات العسكرية يعني، وأن احنا نسجل حلقة فيه، لكن حرصاً أن احنا نكون مع حضراتكم النهاردة في حلقة على الهواء نظرا للانتخابات الرئاسية وهي الأهم غدا. لكن حابة أقول لكم عن إيدكس، وعن أن أنا كنت بتكلم عن فكرة أن عندي صناعة عسكرية، كلمة كانت جديدة كنت أول مرة أقولها. لكن لو إحنا يعني فعلا شكرنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على فكرة إعادة التسليح لما تكلم على فرقاطة مصرية من إنتاج الترسانة البحرية وتتبع وزارة الدفاع طبعا إنتاج خالص لفرقاطة عملها الدفاع البحري المصري، ده تطور أنا ما كنتش وأنا رايحة إيدكس عندي فكرة عنه. أنا عارفة أن إحنا بدأنا في الدخول في صناعة الأسلحة، في فتح مجال أن أنا يبقى عندي قطع عسكرية خاصة بيا، لكن فكرة أن أنا أصنع فرقاطة من أولها لآخرها بأيادي مصرية بمنتجات مصرية، ده اللي أنا ما كنتش يعني متوقع أن أشوفه في إيدكس. أنا كنت حابة أن الحلقة تبقى معنا بدري، لكن الحلقة دي لو استنت 10 سنين هي مش يعني هتبقى برضو تستحق المشاهدة. شوفوا حضراتكم عندنا يعني كام 711 شركة مشاركة في إيدكس بيعرضوا فيها منتجاتهم متوزعين على 22 جناح. حاولت أن أنا أوصل لنا اللي شايفينه دي راجمة الصواريخ رعد مصرية، دي إنتاج مصري خالص وإنتاج للصاعقة المصرية. فكرة راجمة الصواريخ دي أنا وأنا واقفة قدامها يا فندم دي إنتاجنا، يقول لي آه دي إنتاجنا. كنا واقفين قدام البحرية، قدام وزارة الطيران، قدام الهيئة العربية للتصنيع اللي مصنعة مدرعة ومجموعة رعد اللي مقاومة للشغب وغير قابلة لأي إن ممكن ينفذ لها رصاص أو طوبة أو أي كان. أنا فخورة بأن أنا بتكلم عن فكرة صناعة عسكرية وتوطين الصناعة العسكرية في مصر. أنا وأنا بعمل الحلقة طول الوقت الكلمة جديدة على لساني، يعني إيه كلمة صناعة عسكرية؟ لما يبقى عندي أقمشة في مصانع الروبيكي بتعمل كل المنتجات العسكرية أو الأقمشة العسكرية أو الزي العسكري، مش الزي فقط اليونيفورم يعني، لأ كمان الواقي من المتفجرات والواقي من الألغام والواقي من الصواريخ، لبس كامل بيبقى إنتاج مصري 100% بعد ما كان بيأكد لي المسؤول أنه كانوا بنستورده 100%، بل إن أنا يكون عندي هذا الإنتاج المصري 100%. أنا فخورة بكل ما صورته لكم. انتظروا حلقة خاصة مميزة السبت القادم. أصريت إن أنا أعلق عليها النهاردة مش علشان دعاية لحلقتي خالص، بل دعاية لأن أنا يبقى عندي إنتاج عسكري مصري، يبقى عندي صناعة عسكرية مصرية. في 10 سنين فقط تولى فيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة في صناعة السلاح المصري، عندي قطع وحاجات بحرية خاصة بمصر فقط، إنتاج مصري خالص. الطيران عاملين مدرسة للطيران وهيكون يصنع فيها الرفال بشراكة مع شركات فرنسية. اللي أنا بتكلم فيه واللي هتشوفوه في الحلقة فخر المصر كلها ان انا في 10 سنين فقط اشارك، ويبقى عندي بدل ما ابقى مستورد مستورد مستورد، حتى الزي كنا بنستورده 100% من بره، كل حاجه دلوقتي او معظم الاشياء بصنعها في مصر فقط في 10 سنين. فإيدكس 23 هي النسخه الثالثه، واللي كان بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي القى فيها كلمه وايضا وزير الدفاع، كل ده هتشوفوه الحلقه الجايه معانا يوم السبت. لكن تحيه للرئيس المصري اللي حط مصر، ده كان وزير الدفاع الاماراتي كان في زيارة للجناح الإماراتي الموجود داخل إيدكس داخل المعرض.
حقيقي أنا كنت فخورة بالحلقة. أنا يمكن دي النسخة الثالثة الإيدكس، ما رحناش واحد واثنين إيدكس، لكن النسخة الثالثة دي نظراً للظروف اللي بتحيط بينا في مصر كنت حابة أشوف إحنا فين ووصلنا لحد فين. لقيت إن إحنا وصلنا أكتر مما كنت أتخيل أو أتوقع كمان. انتظروا الحلقة دي السبت القادم من داخل معرض إيدكس 23، ودي نسخته الثالثة واللي قام بافتتاحها وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نكمل مع حضراتكم، عندنا تقارير تقريبا، عندنا تقرير 9 ذكرى الاحتلال البريطاني للقدس 1917، التقرير اعداد نرمين سمير تعليق بيتر رأفت، وبعده هتكون فقرتنا الحوارية الهامة وضيفنا اللواء أسامة الجمال زميل كلية الدفاع الوطني، وهنتكلم على الأزمة غزة والأزمة العالمية وماذا تأثير قضية غزة على مصر في هذا التوقيت وفي توقيت الانتخابات وخطورة هذا التحدي الموجود لمصر. خليكم معنا، هنطلع تقرير وبعد التقرير نستقبل ضيفنا إن شاء الله. منذ 106 أعوام خلال الحرب العالمية الأولى استولت قوات الجيش البريطاني على القدس، حيث كانت القوات البريطانية تحت قيادة الجنرال العسكري إدموند أليمبي آنذاك، وتمكنت من الاستيلاء على مدينة القدس من القوات التركية. وبالرغم من حالة الضعف والإنهاك التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية، فإن الاحتلال البريطاني لفلسطين لم تكن مهمته سهلة. بدأ البريطانيون محاولاتهم التي أطلقوا عليها اسم عمليات القدس بأول هجوم يعرف باسم معركة غزة الأولى في 27 مارس عام 1917. خسر فيه البريطانيون حوالي 4054 قتيلاً وجريحاً. وفي أبريل من العام نفسه كانت معركة غزة الثانية والتي باءت بالفشل أيضاً. وفي الأول من أكتوبر بدأت المعارك التي انتهت في 9 ديسمبر عام 1917 بالاحتلال البريطاني لجنوب فلسطين حتى خط يافا القدس، حيث أعاد أليمبي إعداد الجيش البريطاني للهجوم بنحو 100 مقاتل لا ينقصهم أي إمداد، بينما كان الجيش العثماني يعاني من ضعف صعب حتى وصفه المؤرخون بأنه كان جائعا رث الثياب ممزق الحذاء قائما وراء مدفعه يتقفقف من البرد. وفي 11 ديسمبر تمكن أليمبي من الدخول الرسمي للقدس بعدما سلم رئيس بلدية القدس حسين الحسيني وثيقة التسليم لقائد الفرقة البريطانية 10. وبعدها دخل الجيش البريطاني القدس من 3 جهات، ولكن لم يطل الأمر حتى استعادت الحركة الوطنية الفلسطينية قدرتها ووحدت صفوفها للمطالبة بإنهاء الاحتلال وإلغاء المشروع الصهيوني. وما زال الشعب الفلسطيني على مر العصور قادراً على مواجهة الصدمات والأزمات والحروب، ساعياً نحو الاستقلال والسلام، آملاً أن يتحقق في يوم من الأيام.